عدنا للتواصل معكم متابعينا عبر هذه الفقرات من 24 جراد، ونحن في ترند هذا المساء. يعني الموت ينتصر في النيل الأزرق، وهو انتصار قبيح، يعني أن تكون هنالك هذه الأعداد الكبيرة من القتلى. وطبعا في منتصف شهر يوليو الماضي كانت هنالك اشتباكات عديدة في الولاية، وخلفت يعني هناك بعض التقديرات من الأمم المتحدة أن القتلى 109، وأدى هذا أيضا إلى نزوح 31,000 شخص. ولكن الأوضاع هدأت لفترة، وفي نهاية الأسبوع الماضي تجددت هذه الصراعات، وكان لنا وقفات وطبعا التناول لها يعني من خلال سوداني 24 في أكثر من برنامج. نحن نتناول هذه الأحداث الدامية، والأصوات تنادي أن تتوقف هذه الأحداث. معنا من النيل الأزرق زميلنا، وهو موجود ويغطي لنا يعني هذه الأحداث من مكتب سودانية 24 في الولاية هناك، وهو مصعب رزق الله. مرحب بك يا مصعب. مرحب بك ميسون، ومرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة سودانية 24. تحدثنا يوم الخميس أنا وأنت عن الأحداث، عايزين نعرف التطورات التي حدثت يوم الجمعة واليوم يوم السبت، وأيضا يعني هل هنالك هدوء ولا ما زال الوضع في تعقد؟ نعم، في البداية ربنا يحقن الدماء ولعن الله الفتنة والمفتنين في كل ما يحدث الآن في قليل النيل الأزرق. نحن نتحدث عن يعني هنالك ترتيبات قوية يقوم بها الشباب في العمل الإنساني، تقديم العون وتقديم الخدمات الأكل الطعام والشراب للمتضررين في مدارس نسيبة بنت كعب ومدرسة عجيب المانجلوك وأيضا مدرسة المختار، وأيضا هنالك مدرسة بالأمس تم افتتاحها بها النازحين، مدرسة طه الشايب. هذه هي 4 مدارس بها عدد كبير من النازحين فوق طاقة هؤلاء الشباب. عملت عيادة للنازحين، عيادة ميدانية دكتور مصعب وعدد من الأطباء، وبدعم من الإمدادات الطبية والتأمين الصحي. كتر خيرهم، ده الدور الحكومي الوحيد اللي نقدر نتكلم عنه يعني. طيب، تم إعلان الطوارئ ل30 يوم للحكومة فيما يخص العمل الإنساني وتقديم الخدمات للنازحين. الشباب في غرفة الطوارئ بروسيرس ودانيس يعملون بكل جد وبكل نشاط لتقديم الخدمات لأهلهم الذين نزحوا من مناطق الاقتتال. تم يا مصعب إحصاءات في مدرسة واحدة ما يقارب 61 أسرة، 621 أسرة، 621 أسرة في مدرسة المختار فقط، بعيدا عن المدارس الاخرى اللي موجوده في غنيس ايضا، ما يقارب ككل مجمل الارقام ممكن نقول 4500 تقريبا، 4500 نازح. الان الاحصاءات واللجان الحصر تعمل ليل ونهار لتعرف الارقام الحقيقيه الموجوده داخل المعسكرات. نعم يا مصعب، انا كنت عايز اعرف الاحداث. هل نعم انا سامعاك يا مصعب. طبعا الشبكه يبدو انه فيها بعض التعقيدات، وعشان كده احنا ما قادرين نتواصل مع مصعب بوضوح. مصعب بتسمعني؟ مصعب رزق الله هو يعني من مكتب سودانية 24 في ولايه النيل الازرق، وهو ينقل لنا هذه الأحداث. تحدث لنا من خلال هذه المهاتفة عن الأوضاع، وأن هنالك حراك من أجل إيواء الذين نزحوا وابتعدوا عن الحرب أو هذا الاقتتال، وتم توفير بعض المدارس، وأيضا تحدث عن عيادة ميدانية. مصعب أنت بتسمعني؟ سامعني يا مصعب؟ طيب، لحين عودة التواصل مع مصعب، يبدو أن يعني هنالك حراك، وهو يعتبر حراك مجتمعي، مجموعة من الشباب اتخذوا يعني هذه المسؤولية وتحركوا من أجل توفير إيواء مناسب للنزحوا من الصراع. وطبعا الأعداد إلى الآن ما مرصودة بشكل واضح عشان إحنا نقدر يعني نتكلم عنها، إضافة لأنه ابتدوا بأنه يوفروا
خلينا نقول عيادة ميدانية، يعني عيادة في المنطقة طبعا، ودي لأنه المتوقع يعني يكون هنالك جرحى، يعني إن شاء الله ربنا يشفيهم كلهم، وربنا يتقبل الذين رحلوا من هذه سماء هذه الدنيا، وأن يتوقف هذا النزيف، والناس تلجأ للعقل وتلجأ للحكمة، وأن هذه النزاعات لن تثبت قبيلة على أخرى، ولن يعني يكون لك وجود بهذه الدماء التي تسيل في البلد. عموما نحن برضو من الحاجات اللي احنا عرفناها انه تم اعلان حالة الطوارئ ل30 يوم من اجل حفظ الامن، ونتمنى انه هذه الاجراءات تكون لها اثرها الايجابي في ان يتوقف الاقتتال. مصعب مرحبا بك مرة اخرى. مرحبا بك ميسون، ونواصل في منقطع بسبب سوء الشبكه بروسيرف. تحدثنا عن تجهيزات غرفه الطوارئ متطوعين الروسيرف للنازحين جراء احداث محافظه ود الماحي. حقيقه الحوجه هي كبيره جدا، عدد كبير من النساء والاطفال، والعدد يزداد يوما بعد يوم. الشباب يعني كثر خيرهم بقدر الموجود وباجتهاد كبير يعملون بجد ل تقديم الخدمات للنازحين والمتضررين جراء هذه الأحداث. يعني نتحدث عن أرقام كبيرة الآن، يمكن ما يقارب 4000 نازح بمدينة روسيرس في منطقة غنيس في أربع مدارس. نتحدث عن الذين لم يأتوا حتى الآن، ويمكن ما يقارب يعني إذا أخذنا نسبة وتناسب يا مصعب نازح هم انقطعوا في مناطق الأحداث. هي نتكلم عن واحد منطقة المدينة واحد والمدينة ثلاثة والمدينة أربعة اللي هي دي في محافظة ود الماحي. لا يوجد كوادر طبية، لا يوجد أي أيضا تدخل من الهلال الأحمر. هنالك جثث تحللت على الأرض حسب مصادر لدينا، لم يتم التدخل حتى الآن لمواردهم. أيضا هنالك الذين بعض الذين نزحوا في القرية المدينة خمسة، وديل هم يعني طلعوا من هذه المدن اللي فيها الاشتباك ووصلوا خمسة. الآن الأسواق مغلقة تماما، أعتقد أنه يومين أو ثلاثة ستحصل مشاكل، وأيضا سيعانوا بسبب طيب يعني يا مصعب إذا سمحت لي الأحلى. مصعب لا يوجد مصعب. أي قاسات أي دعم يقدم لهم من الحكومة. هذا وضع مأساوي وكارثي جدا. يبدو أنه مصعب ما سامعني. بمحافظة ود الماحي عدد كبير من النازحين اللي نزحوا في خمسة وفي القرية 12 وأيضا في بانت وجيسان وبلغوة. هنالك عدد كبير بهذه المناطق نزحوا من مناطق الاقتتال القبلي. نتحدث عن الذين وصلوا الآن في الروسيرس ومنطقة طنيس، يمكن يعني عدد كبير جدا يحتاج الى الايواء ويحتاج الى تقديم الدعم الكامل من ادويه وملابس ونواميس ومشمعات، ولكن لا يوجد تدخل حتى الان. انا اتحدث عن يعني اجتهاد شباب متطوعين وخيرين واهل المنطقه. نعم، طيب يا مصعب انت سامعني كويس؟ مصعب يبدو انه مصعب يعني برضه ما سامعني. سامعني؟ الو مرحبا بك يا مصعب، واحنا بنتواصل معك الاخوه في الكنترول ان شاء الله يعني يحاولوا يعيدوا الاتصال بك. طبعا يبدو انه في مشكله في الشبكه، ما قادرين نتواصل مع زميلنا مصعب رزق الله، وهو مراسل سودانيه 24 وينقل لنا الاحداث من مكتب سودانيه 24 في ولايه النيل الازرق. وهذه الأرقام اللي هو رصدها يعني أن يكون هنالك في منطقة واحدة يعني 4000 نازح ويتم توزيعهم على 4 مدارس، فإذا أخذناها كتوزيع عادل يعني ممكن تكون في كل مدرسة في 1000 شخص، وإحنا ده رقم كبير. يعني المدارس ما يعني ما بتكون عندها يعني المساحة الكافية لاستيعاب هذا العدد الكبير، وما بينهم طبعا يعني أطفال ونساء وكبار سن و محتاجين لرعاية خاصة. التحية والتقدير والاحترام للشباب اللي هم بيحاولوا يقدموا خدمات، ولكن الرقم كبير، لذلك يجب أن تتضافر الجهود وأن يكون هنالك حراك أكبر من الكل. الآن مصعب هو تقريبا معنا في الخط. أنا بس كنت عايز أسأل يا مصعب،
يعني أنه تم إعلان حالة الطوارئ لـ30 يوم، وأنت إجابتك الفاتت تكلمت عن أنه متوقع أن تكون الأحداث القادمة يعني أسوأ، يعني ليست أفضل. يعني عايزين نتكلم عن أنه الطوارئ وإعلان لحفظ الأمن، يعني ما ظهر لنا أثر إيجابي في أنه على الأقل يعني الصراع يقل أو حدته تمشي في تراجع؟ لا أعتقد ذلك. إعلان حالة الطوارئ هو إعلان أعتقد هو في نظر الحكومة هو إعلان روتيني يحدث في تحدث فيها هذه المشاكل، لكن لا حتى الآن لم يتم تقديم الدعم الكامل لاحتواء الأزمة. نعم. طيب الآن في يعني خلينا نقول احتجاجات أمام مقر الحكومة، فعايزين نعرف المطالب شنو؟ نعم، هي احتياجات المواطنين في النيل الأزرق بمحافظة الدمازين وهي حاضرة الإقليم، ينددون بإقالة الحاكم. هنالك ورقة قدمت من المواطنين لسيد مدير الشرطة بالإقليم لهذه، فيها عدد من المطالب أبرزها إقالة الحاكم وتعيين حاكم مؤقت وتجنيد سلام جوبا مسار النيل الأزرق ووضعه مهلة 48 ساعة لحفاظا، وبطالبوا بهذه الأشياء حفاظا لحقن الدماء دماء شعب النيل الأزرق. نعم. 48 ساعة ستنتهي غدا الأحد، والمواطنين يوما بعد يوم يزيد الاحتقان ويزيد الرفض لحكومة أحمد العمدة ولحكومة أحمد العمدة ماديه حاكم هذا الإقليم. نعم، شكرا وتقدير الزميل مصعب رزق الله مراسل السودانية 24 من النيل الأزرق، وهو ينقل لنا الأحداث من مكتب سودانية 24 في الولاية. احنا حنستمر في التواصل معك، وإن شاء الله يعني تكون الأوضاع يعني ماشية لأهدأ، يعني إن شاء الله يعني أنت ما متوقع، لكن خلينا نقول إن شاء الله يعني ربنا قادر على كل شيء، وإن شاء الله ربنا يعني يحفظكم ويحفظ أسرتكم مصعب. شكرا جزيلا. نتواصل معكم متابعينا عبر هذه الفقرات من 24 جرات، ما زلنا في تواصل ونحن نتحدث عن هذا الصراع الذي تجدد، ويبدو أنه يعني الآن أسوأ من الصراع الذي حدث في منتصف يوليو الماضي، وعدد كبير من النازحين سوف يكونون يعني في حراك، يعني في كل يوم عدد النازحين حيكون في تزايد، وسبب المعروف يعني انه الناس بتحاول ان هي تنجو من هذا الصراع، وعندما يكون هنالك نازحين من منطقة الى اخرى سوف تكون هنالك يعني متطلبات معيشية أكبر وضغط على المناطق التي نزحوا لها، لذلك الأصوات تنادي بأن يكون هنالك عمل طوعي وأن يصل المتطوعين النازحين ويقدموا لهم الاحتياجات الأساسية، والنازح من الحرب يعني لا يأخذ معه شيء، ينجو فقط بحياته. إضافة لأنه مصعب يوم الخميس في التغطية معه يتكلم عن أنه الناس بعضهم يتحرك لأكثر من 30 كيلو راجلين، وده رقم كبير لشخص أنه ممكن يكون ما أكل ما أو طفل أو امرأة، وطبعا فيهم الحالات الإنسانية المختلفة. احنا يعني حقيقة الأمر هو يعني ما حنقدر نعرفه بالصورة الواضحة إلا أنه نكون دائما في حالة من التغطية، وهو ده ما يقوم به مكتب سوداني 24 في الولاية. إن شاء الله يعني كل الموجودين هناك يكونوا في سلام وأمان، وربنا يعني يطمننا على أهلنا في النيل الأزرق. ونحن الآن لما نتكلم عن هذا الصراع ما بنتكلم عن صراع في ولاية، لأنه الذين يتصارعون الآن في النيل الأزرق هم أيضا يعني بمكوناتهم القبلية المختلفة هم أيضا موجودين في كل ربوع السودان، فلك أن تتخيل مشاهدي العزيز أن تنتقل هذه الصراعات بينهم في الولايات الأخرى، لذلك ناقوس الخطر يجب أن يدق في كل ولايات السودان. الذي يحدث الآن هو أمر خطير جدا، وشكل من أشكال الإبادة العرقية، ودي واضحة جدا لأنه الملاحظ للفيديوهات اللي كانت منتشرة في الأيام الفائتة
في السوشيال ميديا، يعني أن ترى أطفال يحرقون وهم أحياء، يعني هذا الأمر يعني ليس يعني حرب، لأنه معروف إنه الحرب هي مواجهة ما بين رجال ورجال، يعني لكن أن يكون هنالك يعني حرق لأطفال وقتل للنساء وغير ذلك، يبدو أن الأمر سوف يتحول إلى حرب أهلية وإبادة عرقية، وبالتأكيد السيناريو معروف في كل العالم أن تكون هنالك حرب أهلية ينزف لها كل الوطن، كل الوطن سوف ينزف نتيجة هذه الحرب الأهلية، وهي طبعا تبدأ من مكان وتنتقل إلى كل مكان، إن كانت في النيل الأزرق وأنت في ولاية أخرى وتتخيل أنك آمن، هذا الأمر ليس حقيقي، وسوف يعني ينتقل الصراع ما لم تكون هنالك يعني توجهات من عقلاء السودان ومن حكماء السودان. وهنا يظهر لنا أيضا دور الجودية السودانية المعروفة في إنها هي لها دور كبير في حل النزاعات المختلفة. إحنا بنتواصل معكم متابعينا، ومعنا عبر الهاتف ولاء الدين خميس حسب النبي مسؤول التواصل الإعلامي والنشر بالهلال الأحمر النيل الأزرق. مرحب بك أستاذ ولاء الدين. عليكم السلام ورحمة الله، ومرحب بكم سودانية 24، ومرحب بكل الناس اللي بيستمعوا بيشاهدوهم إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. بدءاً عايزين نعرف الوضع الصحي والجرحى، وإذا كان عندك تقدير لأعدادهم. الحمد لله الوضع الصحي في الولاية الآن نقدر نقول إنه الآن تحت السيطرة. نعم. بدأت الأحداث زي ما قلت، زي ما الناس عرفوا إنه وعارفين على مستوى السودان إنه الأحداث بدأت تتفجر. نحن عندنا مراكز بتاعة الرصد المبكر والاستعداد والاستجابة للكوارث، عندنا وحدات في كل أضلاع الولاية. نعم. عبرها تم التبليغ عن إنه في اشتباكات غزلية وفي عدد من الجرحى. نعم. قد يوصلوا للعشرات بعد ساعات بيترفع تقرير انه قد يتجاوز المئات. نعم. وده كان في حد ذاته بدايه الكارثه او بدايه الاشكال في الولايه. تحركت الاقيام الميدانيه بتاعتنا، اقيام العيادات الميدانيه في كل محليه او كل غريه، عندنا تيم بتاع وحده بتاعت عياده ميدانيه او تدخل سريع لإنشاء مراكز آمنة للجرحى وعمليات التطبيب والإسعافات الأولية وإنقاذ حياة المصابين. نعم. طيب يا أستاذ ولاء الدين، الأماكن اللي أنتوا خصصتوها وزي ما أنت قلت إنها هي مفروض تكون آمنة، يعني هل شهدت أي نوع من أنواع الهجوم عليها، ولا الناس ملتزمة أخلاقيا اتجاه إنه دي مكان لعلاج الجرحى ما يصلوها؟ والله مراكز نحن مراكزنا دائما بتكون فيها الشارة بتاعت الحركة الدولية اللي هي عيادة الهلال الأحمر والصليب الأحمر. بالنسبة للمجتمع عبر متطوعيننا، المبادئ بتاعتنا إنه نحن ناس متطوعين محايدين مستغلين. نعم. غير منحازين لأي طرف من الأطراف. الحمد لله في تقبل من المجتمع للمبادئ بتاعتنا دي. الحمد لله أنا بتكلم معك الآن، المراكز اللي بتأوي الجرحى في قرية 6 وفي قرية 4 هي مراكز الهلال الأحمر. نعم. فيها كوادرنا نحن فقط هي اللي بتقوم الآن بتقديم عمليات التطبيب، عمليات الإزعاف والتمريض ومتابعة الجروح. نعم. وإزعاف الميداني في المناطق بتاعة الحدث. نعم. طيب منطقة ود الماحي موقفة شنو؟ أنت الآن تكلمت طبعا هي دي المناطق المتأثرة اللي هي قرية 4 و 6، وود الماحي دي يعني من خلال متابعاتنا عرفنا أنها هي دي المناطق الأكثر تأثر. فأنت حقيقة. تكلمت الآن أنه القرية 4 و 6 يعني عندكم فيها تحركات، فيما يخص ود الماحي، منطقة ود الماحي. أنا حسب الموجود عندنا، عندنا عناصر الهلال الأحمر موجودين. نعم. في المركز الصحي بالتحديد ود الماحي كان فوق هو النقطة الرئيسية لتجميع. نعم. الجرحى أو الضحايا من كل المناطق بمختلف مكوناتهم. نعم. بعد ذلك تم الإخلاء لجزء منهم، وصلوا الولاية، يعني أقدر أقول لك بنسبة 90% الحالات. نعم. وصلت عندنا في المراكز بتاعت الذي أنشأتها لجنة الطوارئ في داخل.
نعم ولاية النيل الأزرق وفي مدينة الدمام. نعم أستاذ ولاء الدين، برضو عايز أعرف الإصابات وأشكالها، هل هي من أسلحة نارية أم أسلحة بيضاء؟ طيب انا اقدر اقول لك اكد انه من المنبر ده انه في عدد لا يستهان به بالمئات من الجرحى بمختلف انواع الاصابات، في منها الحروق، في منها الاصابات بالالات الحاده، في نعم بمختلف المسببات الاصابات موجوده، نعم وبتحتاج في بعض الاصابات بتحتاج لتدخل محلي، جراحي. في بعض الاصابات بتحتاج لتدخل جراحي، في بعض الإصابات الآن هي محتاجة لشكل بتاع جسر جوي عشان يتم نقلها وكذا، رغم إنه حتى الآن الإصابات في ناس عندها 3 و4 أيام، المسافة دي يعني شوية بتكون بتضاعف من حجم الضحايا اللي بيظهروا نتيجة نعم لعدم تلقيهم الرعاية الصحية نعم كمان. الآن أنتو يعني تكلمت عن مئات الجرحى، وهذا الأمر يعني يلقي على أكتافكم حمل وعبء ثقيل. المساعدات اللي أنتم محتاجين لها الآن شنو؟ والمتوقعين في الأيام الزائدة القادمة يعني هل تكون هنالك زيادات لاحتياجاتكم؟ نحن نقول الحمد لله انه ده قدرنا يعني، وقدر اي نعم صلب ينضوي تحت مظله الحركه الدوليه لجمعيات الهلال الاحمر والصليب الاحمر، ده قدرنا انه نحن نخدم مجتمعاتنا دي وبالذات في وقت الكارثه. نعم ان شاء الله يعني زي ما بقول لك نحن عندنا استعدادات وتدريبات كافيه، عندنا خطه مسبقه نعم بمعدل مجابهه مثل هذه الظروف، لكن انا الان من هذا المنبر يعني بقول انه ولايه النيل الازرق الان تواجه ظروف استثنائيه لمدى بعيد. نعم نحتاج لكل يد عون انسانيه سواء كان من المنظمات من المجتمعات الاخرى، الان نحن عندنا نازحين يحتاجوا الى كساء، يحتاجوا الى غطاء، يحتاجوا الى مشمعات، يحتاجوا الى صحيح. ادوات منزليه، يحتاجوا الى رعايه طبيه عاجله في وهنالك كل أصحاب الأحوال. الأمراض الدائمة وكبار السن والذين هكذا يعانون من أمراض، يعني أيضا هم لهم احتياجاتهم. حقيقة كلامك صحيح جدا، نحن عندنا شوك أو حوجة كبيرة أو فرقة كبيرة في الصحة، المجتمع قايم بيجتهد بيسد معانا بعض الفرقة، الأخ وزير الصحة برضه واقف ما قاعد بيسد، لكن الفجوة كبيرة جدا. أنا بتحدث معك عن الآن نحن بس في منطقة قنيط عندنا ما يقارب 2000 أسرة، أضرب الأسرة دي لو أقل شيء في 10، نعم 2000 أسرة متكدسة في مدارس، المدارس وأصلا المنطقة بتاعت قنيط متأثرة قبل كده بنزاع من نفس الإشكال، يعني الإنسان الموجود ذاته هو محتاج لمساعدة، لما نجيه نزوح بالكمية دي كده تخيلي حجم نعم المعاناة اللي بيلاقيها الناس في المنطقة دي. نعم فيما يخص الشراكات، هل لكم أي شراكات كهلال أحمر مع منظمات وطنية؟ هل هنالك أي تواصل مع وزارة الصحة الاتحادية أو الولائية لتوفير احتياجات هي تعتبر أساسية يعني لمداواة الجرحى والمصابين، وأيضا لتقديم يد العون لأصحاب الأمراض المختلفة باعتبار أنه تجمع إنساني كبير، فبالتالي هنالك كبار السن الذين يعانون من الأمراض الدائمة وغير ذلك والأطفال، ويعني الوضع الصحي هو حقيقة يعني مسؤولية كبيرة ومعقد. معقد والله، المسألة زي ما قلت هي بتحتاج لإنشاء شراكات ذكية آنية وفي نعم. وإنشاء بروتوكولات. أنا الآن بتكلم معاك إنه نحن عندنا مثلا الثلاثة الشركاء الأساسيين اللي هم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة ووزارة الصحة الولائية، دي عندنا غرفة دائمة الاجتماع، يعني بنجتمع بنتفاكر في انه كيف نحسن الوضع الصحي، كيف نقدر نوصل للمصابين، كيف نقدر نطبب الناس، كيف نسد الفجوات والثغرات، نعم بالاضافه لمجموعه المنظمات الثانيه اللي هي بتتكون بتجي معانا في الجسم الكبير اللي هو جسم بتاع الطوارئ النيل الازرق، ودي بقياده الحاكم ومعاه نعم. احنا طبعا بعض المنظمات. بنتكلم عن احتياجات متعدده، بنتكلم عن احتياجات الدواء والغذاء والملبس. ايوه
فالآن طبعا الدواء إذا أنت بتقدم دواء فبالتالي لازم يسبقه تغذية كويسة، فوضع الناس هناك كيف يعني، واحتياجهم للغذاء هل متوفر يعني بصورة على الأقل يعني ما تجعلوا منهم هم نازحين واجهوا أهوال هذا الصراع القبلي إضافة لأنه بيناتهم جرحى ومصابين؟ شكرا لك على انك ركزت على النقطه بتاعت الحاجات الاساسيه للنازحين. انا زي ما قلت انه التجمع كبير، صحيح الحته بتاعت الوجبه بتاعت الطعام يمكن في الثلاثه ايام دي الناس قدرت بتحالف ذكي من المجتمع والمنظمات انها تسد الفرقه بتاعت الثلاثه ايام دي، لكن الان الدخول يعني للناس اللي كانت طبعا الزول الناس ما بيسلكوا طريق واحد، بيكون في عدد من الطرق بدوا يدخلوا يتزايدوا وشكلوا ضغط على الخدمات الاساسيه في المنطقه. يعني اصلا هنا في كلينيك صغير كده للناس المتاثرين بالنزاع الاول، فلما جو ديل احنا اضطرينا نعمل ثلاثه او اربع عيادات في التجمع بتاع المدارس ده في الناحيه بتاعت الفجوه الصحيه. نعم. يعني الناس قدرت تسددها بعيادات صغيره كوادر الهلال الاحمر مع منظمه مع وزاره الصحه معها الصليب الاحمر، قدرنا غطينا جزء صغير من الدواء. اما بالنسبه للغذاء فالمجتمع مع بعض المنظمات الشبابيه النشطه قاعده تسد جزء من الفرقه الفجوديه. لكن نعم. انا من النقطه دي انا الان برضو بطلق مناشده. أنا بطلق مناشدة لكل أقاليم السودان ولكل جمعيات الهلال الأحمر في الولايات وحتى للمغتربين خارج السودان من أبناء النيل الأزرق ومن كل السودان. نعم. يا جماعة نحن عندنا فجوة كبيرة جدا في الحتة بتاعة الغذاء، النيل الأزرق محتاج لقوافل. نعم. محتاج لقوافل دعم حقيقي، دعم حقيقي وعاجل لكل المناطق المتأثرة بالصراع دي، لأنه بعد يومين ثلاثه نحن الحاجات اللي عندنا دي يمكن تنفذ. نعم. يعني الخطه دي ماشيه تغطي لعشرة ايام يعني. نعم. بعد عشرة ايام نحن بنتوقع يعني انه يكون في فجوه كبيره جدا في تغطيه الحاجات الاساسيه للناس دي. نعم. ربنا يستر وان شاء الله يعني يكون هنالك استجابة لهذا النداء اللي وجهه أستاذ ولاء الدين خميس حسب النبي مسؤول التواصل الإعلامي والنشر بالهلال الأحمر النيل الأزرق. شكرا لك وإن شاء الله إحنا حنكون متابعين معكم خلال الأيام القادمات، وحنحاول يعني نخد صوتنا على صوتك وننادي الخيرين من أبناء هذه البلاد بأن يكونوا هنالك حضور. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم وشكرا لكل الناس اللي بيدعوا حساسين لمساعدة للقيام بالدور الإنساني لمساعدة كل محتاج. نعم. نتواصل معكم متابعينا ولكل الذين يتحدثون عن الاختلاف العرقي والإثني في السودان. يعني هذا الاختلاف يعني ليس بشيء جديد، يعني إذا أنت داخل منزلك ونظرت إلى السحنات تجد أن البيت الواحد فيه كل الملامح وفيه كل الألوان، وإن لم يكن داخل بيت واحد على الأقل على مستوى الأسرة الممتدة يعني في البيت الواحد تتدرج الألوان، وهذا دليل على أن هذا التنوع والتباين هو أصل السودان. نحن ما قبيلة واحدة ولا لغة واحدة ولا شكل واحد بالجينات حتى في داخل المنازل، لذلك لن نتحدث عن أن هنالك عرق نقي وأن هنالك أفضلية لقبيلة على غيرها، إنما تجمعنا المواطنة من الذين ينادون بنبذ العنصرية. واحد من أبناء شرق السودان بملامحه التي تقول أنه من الشرق ولكنه يغني لكل السودان، وبأن هذه العنصرية سوف تدفع البلاد إلى حروب وجهل. نستمع إلى